تعليم ما بعد أولي. بعد الأولي. يعني إيه أنا وسط يعني وسط. يعني بين البنين. بين البنين. ثم ولع تقول هذول عندهم عزيمة التريك إلا لهم ولع عندهم. يحطونهم عمدان دار ما دار ويحطون التريك فيها. ولعوا التاريك. إيه إنسان عندهم عرس. كان اللمبات. وإنسان عندهم عيد. وسريجات يعبونها غاز وفيها فتايل. تنظف القزازة الحرة من العصر وتنظف القزازة. وتمسح السلاس. من السنة ومن كل شيء. وتولع في البيت. ما مثل الحين يعني شقارة فيها فيها من أول اللمبات النجف وما شاء الله لك الحمد الله اللمبات هذا نعمة الحمد لله كل شيء تمجر رادو يوم شغلنا الرادو من أول إيه تمجر من رادو وتمجرهم حييكم الله يبديك خيرهم ثامر خيرهم ما شاء الله ريح الطبخ نروح وحنا هنا ما شاء الله عليك ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله طاهي ما شاء الله حتى بالوسط الله وريحة الريحان أمرك جايبت الريحان ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يحييكم الله يجزيك أبغى أجهز القهوة وأجي لا لا يا مثامر ما شاء الله القهوة فيها قهاوي وما شاء الله قهوتين زينة أي ارتاحي بس حطي هذه هنا يا أم فواز إيه لا إله إلا الله وخلوا بس الترامس حق القهوة خلي هذه بينه اليوم ايش طبختي لنا يا مثامر؟ والله طبخت لكم العريكه ما شاء الله ومراصيع مكشره ما شاء الله مفتحين شوف كثر خيرها صلي خلينا عشان نشوفها شوف العريكه هذا ما شاء الله هذا لبن الغنم خليها مفتوحه عشان تشوفون الناس طب هي ام سعد لا 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 ان شاء الله ما جايها شيء اليوم سير علينا الزبان كل يوم عشان فاتحين الباب ترى هو يحب الزبان ودي يشوف الريحان حق مسامر ويروح يمنا ويروح يمنا ما يبي الريح الزين وهذا الزبان الحين هذا وقت الربيع يجي ما العيش بوتر لا لا حول ولا قوة الله يبارك فيهم كثر خيرهم هذا طبعكم احنا من ربعكم الله يحييكم ان شاء الله نقول الله يجعل هذا طبعكم احنا من ربعكم ايه هذه بعثة زينة ها؟ أقول هذه فرصة سعيدة والله إذا شفناكم الله يبارك فيكم الله يسعدك جزاكم خير كثر خير وسعدت العافية يا مثامر الله يجعل هذا من طبعكم وحنا من ربع اي عين من اخوياك الله يحييكم انتم زينه؟ لا عندنا كلمه ثانيه كلنا ترى طبعا كلنا سعيد كلنا عدو له هم والله عندهم بعد الكرم مثلنا بعد لبيه الصبوح بناخذ اي ما عندكم مشكله في قصير اليوم اشوف صبوا لكم خليني احط تبغين تحطين الله يحييكم والله والله عاد ثاني بيعطوني اخذ الناس اللي قدام ولا انا والله ما شاء الله احنا بعد نبي نخلي لعيالنا اللي متسابقين هنا خلاص كان هو واجد ابغى لا تنسين واحد اثنين ثلاثه جاب أربعة واحدة بأخذ منكم في ناس عندي يحبون اللبن أعطيني قصدين أحط لبنهم عصيدة و... أفصليها عن بعض هذي بالحال وهذي بالحال محمد الحين أعطيني كل لا أحط لها في نفس الصحن لا لأنها مالح وعسل ما يصلح ما فيه ملعقة يا حبيبتي إلا يا قلبي ما عندك وصلتها سمي انت ما معك ملعقة؟ لا بسم الله الرحمن الرحيم ام ثامر انتم ما تحطون الحبة عليها والله في ناس يفضلونها وفي ناس ما يفضلونها يعني اذكر واحدة عندها تسوي عليها تحط معها حلو حط مع السمن العريكة هنا مع السمن حلو العريكة لا حطي لها بذي انا ممكن مع الطحن تبينها هي مع بعض ولا الحلو؟ لا لا بالحالة هذا
وش اسم هذه؟ هذه عريكه، هذه عريكه جنوبيه. تاكلون انت من اهل الجنوب طبخ العريكه صح؟ والله في من يخبزها، انا اليوم لو في فرن خبزتها بس انه ما في وحطيتها هاي امراه كان فوق. كانها حلا تركيه بس انها مالحه شوي. وش هي العريكه؟ عاد سويتها اليوم كلها على الهواء مباشره. ما شاء الله ايوه انا نشوف شغلك ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يعطيك العافيه. الله يجزاك العافيه. عجنة الدقيق مع مويه. اي ما شاء الله. هذا زي الكيك وكثر خيرهم. وين حطيتي انتي؟ هذه هي اوديها لك. انا اخترت اليوم وديها. ايه بسم الله عليك. وديها بعد لبن. ودي لها جركن. ها؟ خلاص. هذا مين تسوي عنه؟ انا بحط نص انا وديها. خبزنا وعريكتنا ما شاء الله ما شاء الله وش والوضع؟ جارتي جارتي امس طق علي من ديارهم بخبز اصلحي الفلفل المتين هذا ايه بسوي بسوي ايه شغلت خبز يما مقطعين 50 فرسه من اي اي هم اكلتهم كذا اي اقول كنا حلا ايه لا بس هذه بدقيقه بالعافيه حبيبتي هاني القرصات لان في فضل هذه يصبونها صب انا لا تصب لا تحطي لي مثابر لا ذوقيها لا انا ما احبها انا صبيب اصلا خلاص هي لقيت العصيده خلاص انا احب العريكه هي سميها ها الشطه خلينا اخر هذه مصابيب اي مراسيع مراسيع ها ام سعود ايش يجيب اغرف لك؟ اي خلاص بفرغ انا نفسي بعد انا حطيت لي عريكه انا احب عريكة ما شاء الله عشان الزرع انت خذيت حطي لك الدنيا كلها شاف الريحان هدي اي مره وخير انك خرطي ما يهجم الريحان يقولون يهجم الريحان ما يهجم العنود ما تحطون عليها شو اسمه التمر مربى التمر الدبس فيه العنود الدبس تحطونه يحطون احيانا يعجنون فيه يحطون يحطون احيانا يعجنون فيه بس انا ما هو متوفر اليوم ما تحطون على الخبز لا ما هو متوفر اليوم لا حطه عادي ها اليوم مو متوفر العنود طيب ام تسوين تحطين معي حاجه وش الدبس هذا تحطين معي شيء هذا عسل وسمن اللي فوق لا لا الدبس حق التمر انت تصلحينه كيف تصلحونه انتم تحطينه تفكتينه مثل طلعين العجم منه ايوه وتحطينه على النار بشويه مويه وترخين عليه وبين فتره وفتره تدرجين عليه وهو يذوب من نفسه سبحان الله يطلع مويته من نفسه ايوه وتخلينه ساعات طويله ايوه وبعدين يصير زي العسل كيف تشخلينه؟ لازم شخل لازم صفينه بعد ما يطبخ ايه يطبخين لازم يشخل عشان يطلع منه خيوط اي صفينه بعدين تطبخينه وبعدين نطبخ لا نطبخه كل اللي شغله وبعدين نصفيه بشاش ولا شيء هالحين صارت مناخل ما شاء الله ما عاد فيه ولا شاشات زي اول وترجعينه على النار مره ثانيه تطبخينه؟ ايه زي سوات يا جد اي زي الرب انا زي الرب انا اطلع العجم حقه النوى حقه كله ثم امسكه ثم اطبخه على النار طبخ اغسل ثم اطبخ على النار لين خلاص يذوب شوي ثم احطه في الخلاطه واخلطه ثم شو اسمه صفيه ثم بعدين ارجعه على النار واخليه يطبخ لين يروح مره زي الحين زي المربى بالضبط ثم احطه في حاجه كبيره احطه في الثلاجه كل ساعه يخمر التمر ما انطش الا منه التمر لو جحول ما ينطش ما انطش ما ينطش اصلا اذا خربت عيدي تدويره وش اللي طاح يا ربي وش طرحت القهوة اذا خربت تقدري تعيدين تدويره مره ثانيه لا انا امسك التمر الى خلاص اقول للشغاله ما ترمينه فيه كيس هذا جمع التمر اللي يزود فيه كله ما ترمين شيء والحويل وامس يوم اني قالت يا ماما شوفي العلبه مليانه تمر كلها وامسك قلت قريب القدر وعجمه كل بوره اركبه على النار وهذا هو يطبخ يطبخ يوم اخذ شويه وانا اصفيه وارجع على النار لين راح زي الرب زيت مربى ام ثامر ذقتي اللبن لا يفوتك واحط اروح اسوي لعيالي خبز واحط لهم منه واحط عليها زيت زيتون عاد استمن مغلق جبتي لك عريكه وتعشى وقال يمه والله يهب هذا المربى اللي انت تشتريه من الدكان عاد فاتتني سواليف طبعا مشغوله في المطبخ يهب اي ما شاء الله اعطيكم لبن ما عندكم بقي لبن زين اي مره اصب لك
تسلم يدي يعني عندي ما شاء الله تبارك الرحمن. ترى في ملاحظه يا مساعد، الجيل هذا ما شاء الله تراه يحاول يتلمس، يعني الكثير منهم يتلمس رضا والديه، يتلمس رضا اهله. الحمد لله ينتهز المناسبات، والحمد لله ما زال جيلنا والاجيال اللي قبلنا واللي عقبنا كلها ما شاء الله تراها بخير، ويتلمس رضا اهلهم لا في المناسبات ولا في الاعياد ولا خير باقي. انا اقول لكم الحمد لله بر الوالدين وصلوا بيتهم والله نسال الله فيهم الخير والبركه. لا يجوا للاهل مثلا يخوفونهم، لا شجعوهم، شجعوهم على البر، اسمعوا من خاطر الولد والبنت واسمعوا منهم، وانتم وجهوا ذكرهم بالحديث، ذكرهم بالسنه. انا بجرب ذكرهم كل شيء الجادل، فكل هذا يساعدكم على حطي لها سمنه، يساعدهم على تبي نحط لك من سمن الجادل؟ لا لا حط عليها ما شاء الله يا سمنها ما شاء الله تبارك الله. ما عرفت لا طعمه جنن طعمه. في علب واجد عطوا لي وحيده ما هو للبيع هذا. لا 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 حطي لا تحطين، انا خلصت والله. تبي جربي اشوفها، انا اشوف شكله زين وطعمه زين. وش رايكم في العريكه الطازجه؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. يا ام ثامر شهادتنا فيس مجروحه ما شاء الله تبارك. انا اعطيت 100 من على راسي، احنا عرفت من قبل دقنا طبخه اول. ما عندي مشكله، لا 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 ما شاء الله. انت تعطينها 100 انا اعطيها 200. لا يا عمري عليك، لا اعطيها 100 200 والله. يا ام فيصل لا تكثرين، لا تكثرين لا والله يا حبيبتي يا ام فيصل. بالله ايه روحي سامحيني اجل عيني وش اسوي؟ الله يحييكم والله. لا والله ما شاء الله عليها، من يزورني في بيتي ما شاء الله عليها. بس احط لكم عريقه؟ لا انا انا اللي قد اللي خلاص هو العريقه. انا ما اكلت ادمان. لا والله اكلت ما شاء الله بالعافيه. انا اكلنا هي اللي خلصت، لا تعلمين معي خويا. الله يكثر خيركم، الله يكثر خيركم. اللي بيتواصل مع ام ثامر وشلون؟ شطحها. لا منزلين احنا حساباتها في حساباتي في الشاشه. حساباتي في الشاشه على الانستغرام على الجوال. اي ما شاء الله ترى الشغل ما شاء الله. ترى يا بنات شجع ام ثامر، احنا نعطيها 100 من 100. يا على راسي والله، 200 على راسي والله. خلاص مشجعه. انت تبي تطبخين عندنا دائما هنا؟ ايه ان شاء الله. تشكلين عاد كل يوم شكل ها؟ اكيد. وعلى كريم احب طبخت. اقول ما على كريم كل يوم. لا ما يحتاج تشرب اكيد. اي لا سمحت، ما سمحت. لا لا بتسمع. بسوي اكله نجديه عاد ما ادري بتعجبكم ولا لا، اللي هو الجريش. بتسوي لنا اكله جريش المره الجايه. اي عاد المره ذي الجريش. اي شيء من يدك ما شاء الله. الله يسعدكم ويحييكم. انت احنا ناكل. ما شاء الله اعز من يجي وتشتغل بقفازاتها ومرتبه ونظيفه وشغلها ما شاء الله تبارك الله. صحيح ان نمزح هي تدري ما شاء الله ام ثامر الله يسعدك. احنا ما قلنا فيها شيء، وش نمزح؟ احنا ما قلنا شيء، نمدحها. المدح ما فيه مزح، نقول كثر خيرها ونعطيها من مية. فيصل ما عنده هذا ما فيه مزح، هذا صدق الجبهه. ها انا مره يا بعد قلب الله يسعدك. توقف يا حلوك. انت ما تبيني اقول لها من 100؟ ولا وش قصدك؟ الا من 100 خلاص. هاجل ليش؟ انا اقول الحين نمدحها ما دام ما عرفت انت عدل. الله يحييكم على راسي انتم ومدحكم. الله يجعل معها الف عافيه. كثر خيركم. والله انا اول يوم افطر من الاكل اللي نسويه دائما. اكيد ام انت والله هي عباره عن نظيفه قهوه نظيفه ما شاء الله. لكن نفس اي بعض الناس نفس الفلفل المصابيب. انا اسوي مصابيب بس هذه ما اعرف لها. هذه مكشه؟ لا لا هي المكشه انا اسويها. هذه حتى السمبوسه اسويها كانت جاراتي. كيف طريقتك فيها يا ام محمد المصابيب؟ سليها كيف الطريقه؟ سليها كيف طريقتها في المصابيب ام محمد؟ هي زين الحين يضيعها يوم هي ما تسمع. لا جرع صح ريحه سمبوستها ينزل في الدنيا تسوي بس احط عليه شويه في الزيت وتحطها في صوت يا شيخ احط عليه شويه ما شاء الله عليهم طبخه البر. البر تحطين على ابيض شويه تقول تحط بر مع شويه ابيض. اي نفس الطريقه اسوي نفس الطريقه. يا رب لك الحمد يا رب لك الشكر. بس اسوي صغار صغار. خليني ازيد لك يا ام فيصل. لا والله مستعجلة. لا لا خلاص انت ما تستعجلين. بس والله ما شاء الله عريكه بس هذه انا اسويها مصابي حلوه. خليني احط لك زياده. لا لا والله تعبت على تركيا صح؟ تعبي العافيه. خلوني ازيدكم يا لا انا زيدي لهم يا بنات. انا والله اكلت المصابيب الله يكثر خيرك. شوفي طيب العريكه
لا والله انا يعني اكلت منها اكلت منها انا على قولتكم اهل الجنوب هبيلي قصير عريقه هبيلي ما شاء الله عريقه صدق لذيذه كلها ما شاء الله وهذه الكشنه حقتها تهبل فلفل اي ما شاء الله على الله انا يلا نخرب انا ما احب التتبيله بس حلوه انا اموت في المصابي حلوه الكشنه حقتها فلفل وكذا الكشنه على كيف تنبغي اليوم خربناها لبن وسمن وعريك الله يستر يا عمري كثرتيها اعطيني نروح نمشي ما عندنا بالسياره اي يلا صبيت لي لبن من اللي يمشي من اللي بيت وسبح فيه الا امشي مني للطلعه خذي تمشي للطلعه ايه ما تقدري وين ليش اول كنتم تمشون مسافات اطول؟ نمشي ولا يومنا من اول غزلان يومنا اخفاف وكنا كله اكلنا على ما قالوا يقوي الواحد هالحين كبرنا وسمنا الله يعطيكم طول العمر والشكر والله انا والله ما هي فكرها من هنا يوم لا هذا انا ما بي كان فكتي معه بسم الله ايه ما شاء الله تبارك الرحمن